معي من جدة المستشار الاقتصادي والنفطي الدكتور محمد سرور الصبان. دكتور محمد، يسعدني أن تكون معي اليوم في عالم الظهيرة. حقيقة الاستثمار يتعلق أساسا بالاقتصاد، أليس كذلك؟ كيف ستقوم السعودية بطرح أو تسويق فكرة ربط الاقتصاد والبيئة تحديدا لتصل إلى نقطة الحياد الكربوني كما يجري الحديث عنه لديكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع المملكة العربية السعودية تحولت كما ذكرت في لقاء سابق مع زميلكم إلى ورشة عمل، سواء بالنسبة للمؤتمرات أو بالنسبة للتطبيق العملي والفعلي لرؤية 2030. نحن بصدد التحول والتنوع الاقتصادي وتقليص مساهمة الإيرادات النفطية في مجمل الإيرادات، وهذه مهمة ليست سهلة، ولذلك تأتي هذه المبادرات لتبين حسن النية لدى المملكة العربية السعودية في التفاعل مع المجتمع الدولي من جهة، ومن جهة أخرى هي لم تلتزم بتخفيض استهلاك تخفيض إنتاج النفط الخام. ذكر وزير الطاقة السعودي بأننا المملكة العربية السعودية ستستمر في زيادة طاقتها الإنتاجية، ستصل الطاقة إلى 13 مليون برميل، لأن هنالك فقر في هذه الاحتياجات، والتسرع الذي كانت عليه وكالة الطاقة الدولية بالمطالبة بوقف الاستثمارات في النفط والغاز أدى إلى الأزمة الحالية. بالضبط، هناك مفارقة، أليس كذلك؟ يجب التوصل إلى ما يشبه الميزان هنا دكتور محمد. تحدي كبير للسعودية بأن تبتعد عن حقل النفط والغاز والطاقة كما نعرفه وأن تحقق الحياد الكربوني، تحدي كبير. هي لن تبتعد عن إنتاج النفط، هي ستنتج النفط بصورة أكثر كفاءة وأقل انبعاثا للغازات الاحتباس الحراري. هذا هو الفرق الأساسي. وإلا المملكة العربية السعودية ستستمر كما هي كأكبر مصدر للبترول في العالم، وبالتالي أيضا تساهم في مواجهة تغير المناخ. دعني أستغل وجودك معي دكتور محمد لأسألك عن مؤتمر دافوس في الصحراء في دورته الخامسة. الاستثمار في الإنسانية يختلف عن الدورات السابقة بسبب جائحة كورونا وبسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. كيف يختلف عن الدورات السابقة؟ إلى ما تصبو السعودية من خلال تنظيم دافوس في الصحراء في النسخة الخامسة؟ النسخة الخامسة تختلف تماما، لأننا الآن بدأنا ننتعش اقتصاديا، سواء المملكة العربية السعودية أو منطقة الخليج وحتى الاقتصاد العالمي، وبدأنا نزيح عن كاهلنا أعباء جائحة كوفيد 19 والتحرك الاقتصاد نحو مزيد من الإنتاج، نحو مزيد من البرودكتيفيتي الإنتاجية. ولذلك كان من المهم علينا في النسخة الخامسة التركيز على دور تطوير الإنسان. المملكة العربية السعودية وزميلاتها في دول مجلس التعاون تحاول أن تتحول إلى مجتمع معرفي، اقتصاد معرفي يقوم على الإبداع والابتكار بعيدا عن العمل التقليدي. اليوم وزير الصناعة ذكر بأن هنالك 5000 مصنع سعودي سيتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية باستخدام الأتمتة أو الرقمية، وأيضا زيادة فرص الوظيفية للسعوديين. كل هذه وهنالك استراتيجية جديدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية. المؤتمر في ظاهره هو جلسات، لكن هنالك العديد من الجلسات غير الرسمية في الغرف المغلقة والتي تجمع أو تزاوج بين الفرص الاستثمارية وأيضا المستثمرين الدوليين. هنالك أعداد كبيرة من المستثمرين الدوليين وكبار الشركات التي حضرت هذا المؤتمر، والعام الماضي على سبيل المثال عقدت اتفاقات بحدود 50 مليار دولار. هذا العام أنا أتوقع أن تتضاعف هذه الصفقات نتيجة لتحسن الاقتصاد، نتيجة
تحسن إجراءات أشكرك. الإصلاحات الاقتصادية نعم التي تتبعها المملكة العربية السعودية. أشكرك على الإضاءات من جدة دكتور محمد سرور الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي، شكرا جزيلا لك.